ما حكم الرسوم المتحركة بدون موسيقى؟ لا تجوز الرسوم اللي على صور ذوات أرواح، التي على صور ذوات أرواح لا تجوز، متحركة وغير متحركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأمر بطمس الصور، وقال من وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. لا يجوز استعمال الصور متحركة أو غير متحركة، ولا بقاؤها في البيوت إلا إذا كانت ممتهنة، إذا كانت ممتهنة تداس أو يجلس عليها فلا بأس، أما أن تكون معلقة أو محفوظة بصناديق للذكريات أو هذا حرام، ولا تدخل الملائكة هذا البيت.